كلكم ركبتوا؟ فين سامح؟ سامح؟ سامح مين؟ ابني، كلميه في التليفون. يا كسبتي فين اكرم؟ اكرم مين؟ اكرم جوزي. يا لهوي يا اكرم يا حبيبي يا اخويا يا اللي مش هلاقي زيك تاني ولا في ضفرك. قتلوك اتيتمت يا اخويا. انت والولي على ايه دلوقتي؟ عالغالي يا اختي حب عمرو اللي مش هلاقي زيه تاني. ده انا كنت انام هو يصحى، انا انزل هو يطلع. طب ما كده ما كانش بيطير. ما دي المصيبه، مات وهو ما بيحبنيش، كان نفسي يحبني. زعلانه قوي يا اختي؟ خدي شمة تعرفي هو مات ليه. ليه بس كده يا اكرم؟ ليه كده؟ يا حبيبتي حقك عليا، كان نفسي اسلسل معاكي بس خلاص مفيش نفس. لا يا اختي ولا يهمك، واجبك وصل يا اختي وصل. هو احنا رايحين فين يا نالي؟ على عيش الحب وطير يا حمام، على عيش الحب. ايه يا نالي رايحين فين؟ رايحين على مصر. طب وماما وصلاح؟ هو انا هنقذ العيله كلها؟ ده انا طلعت بيك بالعافيه. التليفون مقفول، اعمل ايه؟ خليكي وراه، ارجع تاني ناخد سامح من فضلك. مش هينفع ارجع يا دكتوره. ما ينفعش كمان اسيبه وامشي. وربنا ما راجع. يا حبيبي يا ابو اوزو يا اللي ما لحقتش تشوفوني. ايه ده؟ ايه ده؟ دول عربوت يش يش، ما حدش معاه شبشب. بقول لك ايه، فرمل بسرعه عشان يقع. اوعى يما. يا وليا انا جوزك اكرم. امشي، ده عفريتو، الحقوني. يا ابو اوزو ده اكرم جوزي. اكرم يا حبيبي يا اخويا يا حبيبي. اجري بسرعه، دول جايين ورا. يا نهار اسود، اوعى يا عم. يا خدوا كلثوم، يا نهار اسود، عايش ازاي انا وصرصوم الهوا دوت. يا حبيبي ارجع من فضلك، مش عايزه ابني يبقى زيه كده من فضلك. مش راجع، دول خدوا منه الكلثوم. لا ما ترجعش، هياخدوا منك العربيه زي ما خدوا مني الكلثوم. كله للعربيه. انت سكت ازاي؟ البنت اللي اتصلت بيا قالت لي فوقيه عايزاك ومحتاجاك، بس ما تتصلش بيها عشان نعمل لها مفاجاه. مفاجاه طين. مفاجاه ايه ونيله ايه؟ انا لا كلمتها ولا عبرتها، دي هي اللي قعدت تزن عليا عشان تعرف احنا فين، لحد ما بعت لها اللوكيشن بتاع ابو عبد. وطبعا مش عايزه تيجي في نص الليل لوحدها، فتلاقي مين عبيط تستخرده وتستهفئه غيرك. ما انت عارفه فوقيه اني عبيط وبصدق اي حد. ميت مرة ميت مرة أقولك ما تسمعش كلام حد غيري، لكن انت طرطور. أنا حملتك كوبري عشان توصل لسامح. أقولكوا ايه، مش وقته الكلام ده. ارجع ارجع تاني. انا تعبت يا دكتورة. انا تعبت